بسم الله الرحمن الرحيم. إن سونمي والقولان الأولان نهرسين أما مرحو سيدي حمد هبا يعني إن سوني ألسيما بلا حدلوي نهرسين أما مرحو قوته تيسيه إياه، لكن صاحب الكتاب يما إن كايتم مرحو قوتها لفتا أدلتها تيسيه هم حاي إن كبارهم ريوبلكي رأته تنبارهم راسهم يبريه يانما قوتها تيسيه تو عديتو مري نمي هيتم مري كينك را نمي هيتم مرلا هانما، وقد ردوا على القول الثاني نمي هيتم مرحو مري مطالع ككيت تجيتها تمرة تبديه تو كله مرة ما تبديه ينه نوعدي إنك هيتم مرحو مري كين الهيمي. إن اختلاف المطالع أمر لا ينضبط بحد محدود. اختلاف المطالع أوه قدر حقود يحدوك يا دقون دودون تامي أكيد تادي أكيد تادي ندك كاي حين دودون تمهناي، فما هو الضابط الذي يفصل بين كل مطلع وآخر؟ تون لا ضابطي مطلعك مطلع جدتك بدي ساه اللي بدي سنته اللي أرجيني محايا تو هنوي تامي سبتها أي باح النيمه هي. قال العلامة الألباني رحمه الله يما في تمام المنة دستك، والمطالع أمور نسبية مطالعك يا ما أمور نسبية كحقيقة تقتني مهناي ليس لها حدود، كأننا حدي دكايت مرجع ملي يمكن للناس أن يتبينوها كلهم اللي تو اللي أرجيهن دكاي حدوي تد تادي أنوي تامي سبتها ونها إياه هو مرحو ون الحناهي. قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، إذا اعتبرنا حدا كمسافة القصر مثلا حد دك أرحكو مسافة القصلة قصر اللبان دودون أروح هينك أو الأقاليم قاليم حد الهينكي، فكان رجل في آخر المسافة والإقليم نمكتيني مسافتك اللي حبول ينم بحتا إقليم كاد ونه إقليم كتين أو آخر ينم بحتا واللي ينقليم، فعليه يصوم ويفطر وينسك تون لا أسو يفطريه يصوميه عبادة أبها، وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك نمكتيني كاكي كاكا محرقو فكر يعني وأسوك بها عبادك كما با أنه النكاتككي، وهذا ليس من دين المسلمين تن لا يا وهو يسلن دينك تنم هنا. طيب سيدو حيتهم كينكي يعني المقصود بالآية والحديث آياتك حديث الدفرهين الذي استدل بهما أصحاب القول الثاني أنا ما يتم مرحوم دليله لأن آياتك حديث سيدو قحتكي هو العلم بحلول شهر رمضان رمضان السحولي علمي، وقد حصل ذلك برؤية أهل بلد معين وهم باروكتي نمر يبلع علمي دبعته يبلع مري علمي دبعته، كما أنه يلزم أهل البلد الواحد الصوم برؤية بعض أفراده إن كبارهم مري إن كهل سمع بلاي كين يكون مكتيني يبلع قدري رأي مرة صوم كهل يبلعنها كير بارهم مرونا ليبلع، فكذلك يلزم أهل البلدان الأخرى الصوم برؤية أهل بلد هذا أهل هذا البلد تو يبلع بارهم مري كه كين يبلع كين كهل يبلعنها رعته المسلمين ومره لكلا كي يبريه إكها إن كي يبلون أيانما أنك كليتونوه. فرهيته كين الجحسيني استدلالهم بحديث ابن عباس ابن عباس حديثي يصن دليله لونه نين لي جحسة هاما ابن عباس قريب كسره سن ألس ملع تبليه بمع تبر نبليه ننو ملع نبليه ننو سب تبر نبليه تون لا ننو ألسيدو ألس أبليك صدما يردودو سيكا منا فطرها يا هي هي وعدي هاي نيبا بلك متى دي أي وعدي بلي منا ما ناديا ألس سنه بلي سوما يسنه بلي فطرها نبي يمي سبتها هاي توكلي تايا بلا قحسنا ها هي يعني كايته أن ابن عباس لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بألا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار توكلي ابن عباس أكل نهب الداعسي ويمهي يلي فرمويتي عليه الصلاة والسلام كم بارهم راكلهم بارهم مري مبللا مسومنا إيانا ما نهما بارقاك ممتنا، بل أراد ابن عباس سكك فريمي أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه كما في الحديث الأخرى ألس أبليك ونهينا مالس الصدما يردود سيء يكيني أسويس حسم فقد دبوكي. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الصيام المتيمية يما، ويجوز أن يكون ذلك تهتكم بحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي أمرهم كنا مرسيه أن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته ألس مبلل سمانه ألسك مبلل يفطرين يلي فرموتي كنا مرسيه ولا يفطروا حتى يروه أو يكمل العدة توكلي فطر ما بن على سبليك قبل كلم أول هنا ما لسه صدمة ردوسية كنا كويتك كما قد رأه ابن عباس وغيره مفسرا، فاعتقد ابن عباس أن أهل كل بلد يصومون حتى يروا أو يكملوا عدة. ابن عباس تمكلي رسو قدين ستمي كل بارهم مري يسنه يبليني أفطري يسنه يبلي ألسد ألسد ردوسيني يفطري كويتك يتوه كليه إنما كان ما اعتقاده رسو قدين ستيه، ما يبين أنه قصد رؤية بعض أهل الأمة في الجملة إن كهتن أمته مبلا
ادتني انا ما ادي ما فرينا محاهاي لان الخطاب لهم انكيا خطابة يابت فريني من انكي كيني وهذا عمل برؤية قوم في غير مصر تا اسوغ به ان تاما وتا مهتوغ احتكي عمل تاميا برؤية قوم سهدا مبلا في غير مصر كاي بارو كسي ني بارو كاي ارحا كسي ني كيه مري مبلا. وقد أجاب بهذا الجواب أيضا ابن دقيق العيد كادو قحسي شوكاني قحسي صديق بن حسن الخان رحمه الله رحمهم الله جميعا تمرين كي قحسي. قال الألباني رحمه الله يمي في تمام المن إن حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم. تكلي ابن عباس حديث يسحسمي وسقو كي بارده مريه مبلغ السوميه كل منكه يبليانم هنا كي بارده مرك توتو بلهتن أو ألسة بلهتن وكاسو من أكي بارده مريداغو باهي أو وعدي كيني كفل أي روك دمال يبليني مهداي كاغو فيه. ففي هذه الحالة تنل حاجت تنل ينكاتيكي كاه تقاحتكي يستمر في الصيام الصوم تدقرا لأنه ومر زيادة هاي روكي نكلي أمر كاي رو تنقص مع أهل بلدي سي بارده مر اللي ليه قرا حتى يكمل العدة تو كاي بارده مر ما حتبره نمم تبره ألسي لبتنا كي سجالة جبكلي أو فرحة دولي جبكلي صدوم الجبكلي لبتنا كي سجالة جبكلو ألسى جبكلي ما بلا العسبل سي بلا أبليك ونهينا ما وهم بليه تهل سدود سيا كيني مين كن تبريه وكليني هو الرايتمي ابن تيمية يا بلا إلى الإشارة إلى مثل هذا الجواب تما يا به إنه تنمين هو الرايته سد حيته أن هذه شهادة من قريب وهو واحد أها أرغب بهتي ألسن بليسين قدوم لا يرسون نعرف أرغب بهتي إن كنوا مكوري به. وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فرموتي كن أمرسه أن يفطروا بشهادة اثنين فطره تقحتكي نمنوا مهما بلا تبايي ولو عملوا بخبره كي يا بلتامتين كي الأفطروا بشهادة واحدة إن كنوا مهما بلا يفطرين دعسي. كذا أجاب شيخ الإسلام تيمية مهلا لحسه مبلا إن كنوا تككي سومانة سومتي وعدي فترين من مهم بلا لبانا هي. وأشار إلى هذا الجواب الإمام النووي كاد في شرح مسلم راد نهج حسيه قلت إيما المؤلف إيما أرحه ويبين أن الحديث ليس فيه وجه لما استدلوا به أن مطلع الشام والمدينة النبوية لا يختلف مديناك الشام مطالعي يتموي تيانا ما أككنه ما بدعي منا يتوي لإيانا ما أككنه ما بدعي منا يا بل هو أسوغ مطلع واحد كينكي مطلعين كي تكها برسملي إيه.